يمكن اليوم نبي نتكلم عن بحضور فهد الناصر، راح نتكلم عن لحن الاغاني الوطنيه وهذا الجهد اللي يمكن الواحد يسمعها لكن من شالوه من رفع الايقاف، وفي اغاني اخرى سمعناها لغايه الاوبريت الخاص اللي جمع هذا الاوبريت دمج خاص بين كوكبه من الاجيال للاغنيه تحديدا. هذه الكوكبه اللي شفناها في الاوبريت الناجحه جدا من خلال الكلمه من خلال اللحن. ايوه هذه اول المفاجات. تشجيع جاي من رابطة منتخب الكويت اللي جمعت هذه الرابطة كل الأندية اللي شاركوا. تكلمنا عن هذا الموضوع قبل فترة، اتحاد كل الأندية في الكويت شاركت في هذه الرابطة واحد. اثنين، اليوم نشكر أيضا زميلي عبد العزيز النبهان اللي جمع الروابط كلها، روابط المنتخبات المشاركة في خليجي 23، وهم دخلنا ياهم في برنامج 18. الشكر الجزيل. مثل